اعترف الانتحارية السعودية الحي عبد الرحمن الشنيفي أنه كان ورفيقها الذي فجر نفسه في مجموعة الأمن العام في فندق ديروي يخططان لتفجير نفسيهما في مطعم الساحة في الضاحية الجنوبية قرب مسجد الرسول الأعظم، كما أظهرت التحقيقات معه أن المنذر خلدون الحسن اللبناني السويدي ومن بلدة بزبين في عكار هو الذي زود الانتحاريين بالأحزمة الناسفة والمتفجرات ويقود سيارتين من نوع نيسان ومرسيدس قد تكونان مفخختين. التحقيقات التي يشرف عليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ويجريها مساعده القاضي دانز عني أظهرت أن الانتحاريين السعوديين دخلا لبنان عبر مطار رفيق الحرير الدولي آتيين من اسطنبول في 11 الجاري، وكانا قد حجزا في 3 فنادق وحددا تاريخ المغادرة في 15 الجاري في حركة يبدو أنها كانت للتمويه وتضليل الأجهزة الأمنية اللبنانية. وأشارت المعلومات أيضا إلى أن شخصا سوريا ينتمي إلى لواء التوحيد الذي يقاتل النظام قدم لهما أيضا المساعدة اللوجستية. وتركز التحقيقات أيضا على كيفية معرفة الانتحاريين بوصول دورية الأمن العام لمداهمتهما، وجرى في هذا الإطار استجواب أحد موظفي فندق ديروي وتبين أن لا علاقة له بالموضوع. وكانت التدابير الأمنية قد استمرت حتى ما بعد ظهر يوم الخميس في محيط الفندق الذي جرى فيه التفجير، وواصلت الأجهزة الأمنية رفع الأدلة والمعطيات من أجل استكمال الصورة المتعلقة بكل تفاصيل هذا العمل الإرهابي. وتفقد المكان الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، أعطى الأوامر الدائمة والتوجيهات الدائمة للأجهزة الأمنية بالتنسيق مع بعضها، وهذا ما أدى النتيجة الجيدة لأن فيها الأمن العام مشكور على أعطاء نتيجة استبكت الضربة الاستباكية لأن فيها أعطت نتيجة مميزة. جنرال، هل في يعني بعد معلومات عن إمكانية حصول عمليات إرهابية أخرى؟ يعني كمجلس دفاع أنتم عندكم هذه المعلومات والتدابير المتخذة بهالإطار؟ ما شاء الله عنك أنت خبير، يعني معلومات هذه بدل سرية وتحيات سرية وإن شاء الله ما بتنعاد. وفي إطار التدابير الاحترازية التي تنفذها القوى الأمنية لتفادي أي عمليات إرهابية جديدة وملاحقة إرهابيين انتحاريين مفترضين، نفذت شعبة المعلومات عملية مداهمة وتفتيش لأوتيل رمادا المجاور لفندق ديروي استمرت لساعات وجرى في خلالها التدقيق في هويات النزلاء. وأشارت تقارير أمنية إلى أن عناصر المعلومات اقتادوا من داخل الفندق شخصين للتحقيق معهما وتبيان كامل هويتهم، كما تم استجواب أشخاص آخرين في داخل الفندق. وتحدثت التقارير أيضا عن العثور على أحزمة فارغة يمكن استخدامها كأحزمة ناسفة. نزلاء فندقي ديروي والرمادة غادر الكثير منهم عقب الأحداث والتحركات الأمنية في منطقة الروشي، وكانوا في غالبيتهم من الرعايا العرب وقد رفضوا الحديث للإعلام وبدا السخط على وجوههم وفي كلامهم.